تعرفت على نهيلة ما شاء الله عليها نظيفة غزالة وبنت كيوت ولازم تفتح يوتيوب شانل غزالة نهيلة نايس تو ميت يو حبيبي ثانك يو صراحة سو براود تشوفها كبنات خدها في بوزيشن زوينة غزالة غزالة ما شاء الله عليها الله يحفظها غداي المتواضع اليوم لبات مع الدجاج ما شاء الله زوين البحر كيعجبني الصراحة شي حاجة بنينة يا بصدي يا حبيبي ما فيش حاجة بكر يعني انا واحد الانسانة تنموت على الماكلة او تنموت على الماكلة تكون بنينة صراحة دافع يتفعل شي حاجة زوينة ولا بلاش يلا يلا نبداو باش نعطي جولة زوينة الصراحة دايرين محل سانتير سانتير من فلفلة ودجاج جوج يعني خرجنا على الشارع عندك تسد المايك راه ما تعرفش يصور الدري اش كتشوف فينا انا اللي خصني نشوف انا قلب درا ديال البيبي راه طراو صافي لا خير جيت لقيت خويا حبيبي كيتسناني الله يحفظو ليا توحشتك توحشت الناقر انا وياك توحشت الناقر انا وياك خارجه بلهواها شوف 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 حتى ما نتعانكش معاك او خوتي والله على الجبني من جا والله كديرة عاش من شافك غلطيتي اختي يلا قلبي صاحت شوي كي يلا يلا وين ومرحبا المساعده الرسميه واشنا خويا راني فرحانه حتى واحد ما يهضر معايا يا انا جات العضو النسوي والله الا دابا كملات العضو النسوي كانوا العضو الذكري الدوك يرسبكتوني عليا ايوا انتوما حكم انا نمشيو معاك نضربوا الشوا واخا بابا مسكين مريض بحال ما نقدروش نمشيو نشوفو اليوم لان حتى الغدا دابا الانعاش تيعطيوهم ساعه في النهار اللي يقدروا يشوفوهم من الجاجه ودابا ممنوع فاللهم انني انا نتسنى الغدا ان شاء الله نمشيو نشوفو باذن الله تعالى يا رب يا الله يشافيه ويعافيه وانا صراحة ما كليتش فيه الجوع حتى هما ما تغداوش مساكن كانوا جاي عينا خارجين قلت لهم اختاروا يا الحوت يا مشيو للبدوار انا دابا غادا الحين نادي هاليك ينادي غنمشيو ان شاء الله ناكلوا نعينوا من الله خير وغنمشيو نتغداو شي لعيبات للدار وانتم معانا ومن طبيعة الحال معانا الاخوان الكرام الاخوان اعزاء توأم المختلف معروفين ياك عارفينهم توأم مختلف هما هادو والله ايوا انتوما معانا
بيضا النور شعل في الطوموبيل. ها شوف شوف ما شاء الله دابا النور ميزه ولا ام ميزه جوج ديال صافي نور نورك. يلا معانا اليوم نتساراو نفوجوا شويه. يلا خليكم معانا. ايوا انتم خوتي شوفوا هانتم هانتم القيصريه ديال حي محمدي ومن لا يعرفوا هانت شوفوا ورا دابا راه خوات مري ما كنعقل كانوا الفراشه هاتي شويه وغادي تعمر تحيه الجاليه المغربيه مقيمه بالديار الاماراتيه الله يعين القيصريه انت غتساليكم انت غتساليكم من حي محمدي الصوره يلا داروها جديده مسناوه زوين هادشي ما شاء الله خليتي كانوا خضاره الله يدي سير فيهم وحيدوهم كاين كلشي كاين هاد السيده تيبعوا لهم الضغط الله يسهل عليهم يا ربي يسهل على الجميع. اي على ايام شحال كبينا ديري واحد الباتيسري هنا كان عندهم واحد عليم طيب ها هي بولونجي عمر الربع دابا تلقاي واحد الدخيله دخلي فيها الطوموبيل فين كتحط انتي تقداو عند الهري مول الهري هاي بلاصه هناك